يوم السبت المنصرم حدود الساعة 10 صباحا تقدم أحد المواطنين المصلحة وخبرنا أنه تلقى مكالمة هاتفية من طرف الزميل ديالو بالحي، خبروا من خلالها أنه تمكن من التصفية الجسدية لزوج وزوجته داخل مسكنهما. جرينا واحد عملية تمشيط واسعة بحثا عن الشخص المبلغ عنه، اهتدينا إليه وتمكننا من الإيقاف دياله، إلا أنه داخل المصلحة أنكر المنسوب إليه. كان من الضروري فتح المحل طبعا باستشارة بالنيابة العامة وبحضور رئيس الوقاية المدنية. اقتحمنا هذا المنزل، كانت المفاجأة عثور على جثتين هامدتين، أثار العنف ظاهرة عليهما. تم أخذ جثتين أو إحالة جثتين على مستوى الأموات من أجل التشريح الطبي. وبعودتنا إلى المصلحة وبعد بحث عميق مع المبلغ عنه، تبين من خلال البحث أنه كان وراء هذه الجريمة شناعة، حيث اعترف بالمنسوب إليه جملة وتفصيلة، وأعطى تفاصيل مهمة حول دوافعه للقيام بهذا العمل الشنيع اللي كان دوافع تعود للسرقة.